بداية بالقاسم، أهلا بك. الأكيد أنك حضرت هناك في يعني وتابعت الجلسة. ما أهم ما ميز هذه الجلسة وأهم ربما التفاصيل التي خفيت عنه؟ نعم، عودة مجددا بكم مشاهدينا الكرام. زميلي عيسى، أهلا وسهلا، مرحبا، نحييكم مجددا من المجلس الشعبي الوطني، أين منذ لحظات كما كنتم تتابعون على المباشر انطلاق الجلسة المسائية المخصصة للتصويت على رئيس المجلس الشعبي الوطني المقبل. تحولت كما كنتم تشاهدون ردود فعل بعض أحزاب المعارضة على غرار ما صححه ونبه إليه النائب عن تحالف النهضة والعدالة والبناء السيد الأخضر بن خلف، الذي تحدث عن عدم قانونية وجود أو تحول البرلمان إلى مساحة انتخابية، مساحة مساندة مفتوحة على الهواء، مباشرة طبعا لمرشح الأفلان سعيد بوحج الذي كان يرأس الجلسة المسائية، وهو ما شكل نوع من الخلل القانوني الذي أدى إلى ردة فعل بعض أحزاب المعارضة على غرار رمضان تعزيبت عن حزب العمال، كذلك الأخضر بن خلاف وبعض النواب الآخرين من أحزاب المعارضة الذين قالوا أنه من الأحرى أن سعيد بوحجة يترك مكانه لرجل آخر الأصغر أعتقد في الجلسة من أجل أنه يتمم أو يسير الجلسة إلى حين، لأنه سعيد بوحجة كما يعرف هو مترشح ضمن بعض المترشحين الآخرين من أحزاب أخرى. نفصل مع الأستاذ نصر حمد دوش نائب عن تحالف حمص والتغيير، أهلا وسهلا سيدي الكريم. أهلا وسهلا. شفنا ما جرى منذ لحظات فقط في افتتاح الجلسة المسائية المخصصة للتصويت عن رئيس أو على رئيس المجلس الشعبي المقبل. أولا، ما تعليقك حول وجود سعيد بوحجة في تسيير هذه الجلسة أولا؟ اثنين، ما تعليقك عن تحول هذه الجلسة في بدايتها إلى حملة انتخابية تقريبا لصالح مرشح جبهة التحرير الوطني؟ نعم، وللأسف الشديد هناك ثغرة قانونية في حالة ما يكون رئيس الجلسة الأكبر سنا في تسيير جلسة تنصيب، عندما يكون مرشحا لا يوجد في النظام الداخلي ما ينص على من هو البديل عنه في تسيير باقي الأشغال، وهذا يدل على عقلية تحكمية في مجريات تنصيب رئيس المجلس الشعبي الوطني، عندما كان يكون بالتعيين وبأوامر فوقية وبالتزكية العامة وبطريقة فولكلورية لا تليق بمقام مجلس شعبي الأصل فيه أنه يمثل عن طريق الديمقراطية. فلذلك لجأنا منذ يومين عن طريق ممثلي الأحزاب التي تحصلت على أكثر من 10 مقاعد في البرلمان، على أنه إذا وقعت هذه الحالة أن رئيس الجلسة الأكبر سن يكون معنيا بالترشح، الأصل أننا نذهب إلى الأصغر سنا هو الذي يكمل يعني هذه الجلسة. فيعني تم التنبيه إلى هذه النقطة مع أننا متفقين عليها، إضافة إلى هذا اللغط الذي وقع، وهو الأصل أن هذه الجلسة مخصصة للترشيحات وليس لتقديم عرابين الولاء وتقديم حملة انتخابية لمرشح معين. نحن بالمناسبة عندما قدمنا مرشحين نريد أن ندخل إلى هذه الجلسة إلى نوع من التنافس الديمقراطي، على أن يكون الرئيس حتى وإن كانت موازين القوى والمنطق العددي لصالح أحزاب الموالاة وللمرشح سعيد بوحجة، ولكن نحن دخلنا بمرشحين على الأقل تكون هناك نوع من التعددية، نوع من العمل الديمقراطي، نوع من الاحتكام إلى الصندوق، حتى يكون رئيس المجلس الشعبي الوطني يخرج بطريقة انتخابية وليس عن طريق التعيينات الفوقية. جيد، شفنا سعيد بوحجة مرشح جبهة التحرير الوطني الذي كان يسير الجلسة ارتبك نوعا ما في عندما تدخل النائب الأخضر بن خلاف وتنبيهه لضرورة انسحابه وتركه المكان لصالح مرشح آخر هو الذي أو مسير آخر الأصغر سنا هو الذي يقود ويسير الجلسة. ما تعليقك عن هذه القضية؟ هل أنه في خلل في القانون الداخلي للبرلمان أم أنه هناك سوء تقدير أو سوء دراية من سعيد بوحجة للقانون الداخلي للبرلمان؟ الفراغ القانوني موجود ولكن عالجناه باتفاق سابق، ولكن
الخطأ الذي وقع هو الأصل أن الجلسة مخصصة للترشيحات فقط، أيوة، وليس لحملة انتخابية وإعلان العديد من الأحزاب لمساندة فلان أو علان. والأصل أنه حتى علنيا يعني علنيا وبشكل مباشر، الأصل أنه حتى تنتهي عملية الترشيحات وتضبط القائمة النهائية للمترشحين، عند ذلك ينزل رئيس الجلسة المعني بالترشح ويستخلفه الأصغر سنا. فلذلك يعني ومع ذلك بالرغم مما حدث يعني نحن سنواصل هذه الأشغال ونعطي لهذه الجلسة نوع من المصداقية بالاحتكام إلى الصندوق. أستاذ نصر حمد الدوش، أنتم في تحالف حمص والتغيير قدمتم إسماعيل ميمون الوزير السابق، التحالف النهضة والعدالة والبناء قدموا الأخضر بن خلاف، وأحزاب أخرى في المعارضة قدمت كذلك مرشحيها، أعتقد اثنان آخرين، نعم الأسدي. لماذا لم يكن هناك تنسيق ما بين أحزاب المعارضة من أجل التنسيق والتوحد حول تقديم مرشح واحد يمثل هذه التكتلات أو هذه الأحزاب المعارضة حتى تنافس سعيد بوحجة ويكون لها قوة برلمانية نيابية من أجل يعني منافسة ديمقراطية على الأقل متقاربة تكرس مبدأ الديمقراطية داخل البرلمان في هذه الانتخابات؟ يعني نحن متفقون على المبدأ كأحزاب معارضة وغيرها، متفقون على المبدأ هو أننا نقوم بعملية نذهب فيها إلى الصندوق، أيوة، ولكن غير معنيين بالنتيجة، لأنه كما قلت موازين القوة والمنطق العددي داخل المجلس الشعبي الوطني محسومة. يعني رئيس المجلس الشعبي الوطني محسوم ومعروف مسبقا من خلال يعني الكم العددي لأحزاب الموالاة، ولذلك يعني كي ولا معروف الذي يهمنا، نعم الذي ولا الأمر كي ولا الأمر محسوم، هذا سؤالي، كي ولا الأمر محسوم سلفا لأنه الأغلبية النيابية تميل لصالح الموالاة لا فلان لرندي والأحزاب الأخرى الموالية لها، لماذا أنتم قررتم الدخول أو يعني المشاركة بمرشح في هذه الانتخابات؟ الهدف واضح، وقلنا لكي تكون العملية عن طريق الصندوق وليس عن طريق التزكية، أيوة، لو انسحبنا مثلا ولم نقدم أي مرشح وكان مرشح واحد، فإن النظام الداخل من الشعب الوطني إذا كان مرشحا واحدا فإنه يمر للتزكية برفع الأيدي، أيوة، ولكن نحن قدمنا العديد من المترشحين حتى نحتكم إلى الصندوق فقط، لكن النتيجة معروفة يعني، ولذلك الذي يهمنا حتى يعني نعطي نوع من القوة لرئيس المجلس القادم لا يكون عن طريق التعيينات الفوقية وإنما بعملية ديمقراطية، وهذا الهدف نحن مشتركون فيه جميعا كأحزاب معارضة، ولذلك تعدد الترشيحات لا يدل على نوع من الانقسام، لأنه أصلا كل حزب ولا كل كتلة هي حرة وسيدة في مواقفها، ولكن نحن متفقون في الكتل البرلمانية المعارضة بالتنسيق والتشاور والتعاون في الملفات وفي القضايا وفي مشاريع القوانين القادمة. لكن البعض يقول بأن أن هذا الانقسام الموجود داخل كتل أو النواب المعارضة داخل المجلس الشعبي الوطني في اختيار مرشحيهم لمنافسة مرشح الأغلبية هو الأفلان سعيد بوحجة يعكس مدى التململ، مدى الانقسام الموجود والذي تعيشه أحزاب المعارضة خارج البرلمان، وهو ما شفناه منذ انهيار ما بين قوسين تنسيقية الانتقال الديمقراطي. لا، نحن متفقون يعني في أحزاب المعارضة أننا لسنا حزبا واحدا، ونحن نحترم التعددية ونحترم سيادة كل حزب على قراره، وحتى في عمليات التنسيق والتشاور في القضايا المستقبلية أكيد سوف لن نكون كتلة واحدة في كل الملفات، أكيد هناك بعض الفوارق بين الأحزاب سواء فوارق إيديولوجية أو فوارق برامجية من حيث برنامج كل حزب، وهذا لا يفسد الود قضية، بمعنى سنتعاون فيما اتفقنا عليه وسيعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وهذا هو العمل السياسي، ونريده أن يكون تعدديا وتدافعيا فيما بيننا لما هو أفضل. نفهم من كلامك بأن حركة مجتمع السلم ولا التحالف التغيير وحركة مجتمع السلم ستعود إلى تنسيقية الانتقال الديمقراطي، تعود إلى المعارضة في هذا الظرف، يعني بعد عدم يعني مشاركتها في الحكومة وقبولها دعوة الحكومة. شوف، نحن في حركة مجتمع السلم لم نخرج من المعارضة حتى نعود إليها، أيوة، بل بالعكس لا يزايد علينا أي أحد بموقعنا السياسي في المعارضة، وموقفنا السياسي في المعارضة هو اختيار وليس اضطرار،
بمعنى نحن الذين عرضت علينا الحكومة ونحن الذين رفضنا الدخول إليها، وحسم الخيار بكل حرية وديمقراطية في مجلس الشورى الوطني أننا نكون في المعارضة. بعض الأحزاب في المعارضة يعني قد تكون هي اللي تكون مضطرة لوجودها في الموقع السياسي داخل المعارضة لأنه لم يعرض عليها الحكومة ولم تقرر، وإنما قد تكون سياقات تاريخية، سياقات ظرفية، سياقات اضطرارية التي أوجدتها في المعارضة. فلذلك نحن في حركة مجتمع السلم موقفنا أولا لم نخرج من المعارضة حتى نعود إليها، وثانيا موقفنا في المعارضة هو اختياري وليس اضطراري، وبالتالي نحن سنعمل ونتفق يعني حتى مع بعض الأحزاب الأخرى، ليس بالضرورة المعارضة، لأن الذي يهمنا هو البلاد ومستقبل البلاد وخدمة مؤسسات الدولة، فسنتعاون على الجميع فيما يخدم شعبنا، وسوف لن ندخل في صراعات عدمية، وسوف لن ندخل في صدامات، وسوف نعمل مع الجميع عن طريق الحوار والإقناع وعن طريق البدائل العلمية والموضوعية. الآن أكثر من 300 نائب لصالح الموالاة بأحزابها الأربع، المعارضة الإسلامية لا تفوق عددها 50 نائب، الأغلبية الكاملة تقريبا تميل لصالح الموالاة كما قلنا. كيف ستواجهون أنتم الآن في هذه المرحلة الخمس سنوات المقبلة مد القوانين ومشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة داخل البرلمان؟ بمعنى هل سيكون نفس الشكل اللي مرت فيه خمس سنوات سابقة، أم سيكون فيها ميكانيزمات آليات جديدة ممكن تضعونها وتطبقونها من أجل مواجهة ما ترونه مخالفا لمبادئكم السياسية في الخمس سنوات المقبلة النيابية؟ طبعا شو كغيرنا من المعارضات في كل الديمقراطيات في العالم، أكيد أنه كل برلمان في العالم لديه أغلبية ولديه أقلية، هذه الأقلية سوف لن تستسلم وسوف لن تستقيل وسوف لن تنسحب وسوف لن تترك الساحة فارغة، وستناضل عن طريق المقاومة السياسية بكل الطرق والوسائل الممكنة عبر الصلاحيات الممنوحة، وخاصة أن المعارضة كسبت جولة دستورية بصلاحيات جديدة وهي مدسترة الآن، وهذا مكسب سياسي بالرغم من تواضعه ولكنه في الاتجاه الصحيح. فلذلك يعني سيبقى نضالنا السياسي في المنبر الطبيعي للمعارضة اللي هو البرلمان داخل مؤسسات الدولة عن طريق المشاريع وعن طريق تجسيد البرامج الانتخابية. نحن في حركة مجتمع السلم عرضنا أمام الرأي العام البرنامج البديل، وهو برنامج قطاعي فيه الرؤية السياسية، الرؤية الاقتصادية، فيها البرنامج البديل لحوالي 36 قطاع وزاري، فيه حوالي 541 إجراء عملي وعلمي وموضوعي، ويعتبر برنامج دولة سنحوله إلى عملية إجرائية إلى مشاريع قوانين، إلى ملفات، إلى طرح بدائل، إلى مقترحات بديلة تستفيد منه حتى الحكومة، ليس خدمة لهذا النظام ولكن خدمة للشعب الجزائري. شكرا جزيلا لك الأستاذ ناصر حمد الدوش، نائب عن تحالف حركة مجتمع السلم وكذلك التغيير. إذا تقريبا الآن تتواصل عملية الانتخاب الخاصة باختيار رئيس المجلس الشعبي الوطني المقبل، طبعا كافة المؤشرات تميل لصالح مرشح جبهة التحرير الوطني السعيد بوحجة الذي كان يرأس منذ لحظات الأمسية، وما أثار كما تابعتم وشاهدتم نوع من الجدل داخل المجلس الشعبي الوطني من قبل بعض نواب أحزاب المعارضة. إذن المؤشرات تميل لصالح سعيد بوحجة في انتظار النتيجة النهائية الرسمية بعد حوالي نصف ساعة من الآن أو أقل من ذلك. أعود إليكم زملائي في البلاطو. شكرا جزيلا موفد قناة الشروق نيوز إلى المجلس الشعبي الوطني بالقاسم جير، والأكيد أننا سنعود إليك عند الإعلان.